راديو الأهرام يقدم كلام أراجوز. كلام أراجوز مع مي إسماعيل. نظافة أيها يا أولاد الحلال. أراجوز وداير في البلد. خير يا ولد. أنا طرطوري طار، نزلت أدور عقفار، ألوان كتير متنطورة، قلت داورت من بعيد، الكل ضحك وقال دي زبالة يا أراجوز يا سكرة. يمين وشمال أشكال والوان، ريحة وحشرات وحيوانات ضل هنا وهناك. أتاري الطرطور كش وما طلع الوش واختفى بين الأكوام. طب والنظافة يا أولاد الحلال؟ أيديها بين الحلول والحال. يا أرجز، النظافة تايهة من سنين. انت يا عم بس كنت فين؟ زبالة يمين وشمال لحي راقي أو حارة، الشوارع والميادين أغلبها إما كانش كل المناطق والتجمعات البشرية قدام المدارس والمستشفيات والمساكن في كل حتة. على عينك يا تاجر، والعجيب إنك مش واخد بالك وفاكر إن القمامة كنز لا يفنى، لكنها بالحلول السلبية وطبيعة الحال صبحت مفقودة بين الشوارع، وبتمثل كارثة بيئية وصحية مش نافع معها أي مجهود. وبين فشل حكومة ومنظومة لا تدرك الحلول الفعالة وضعف وعي بيئي للمواطن المصري، النظافة هتفضل للأسف تايها يا ولاد الحلال. طب يا ترى ايه هي حكاية الزبالة اللي احتلت شوارعنا واختفى فيها طرطوري، وازاي نتخلص منها؟ وهل هي فعلا كنز ممكن نستفاد بيه؟ خلاص يا عم أرجز، ما تزعلش، هجيب لك طرطور جديد، بس طرطق لي ودانك عشان تعرف الحدوتة من طقطق لأكوام مرصوصة ومحطوطة في كل حتة. من فينا وهو ماشي ما بيشوفش أكوام يمين وشمال، أو حتى مش بيرمي أي حاجة هو مش محتاجها في الشارع؟ دي ثقافة. القمامة يا أرجز اتحولت لجزء من حياتنا اليومية، للحد اللي تكيفنا فيه مع قبحنا واستسلمنا لعدم وجود حل للمشكلة. زمان بين سنة 1930 و1940 شوارع القاهرة كانت بتظهر في الأفلام القديمة نظيفة جدا، ما كانش في حاجة واحدة بس على الأرض. إيه اللي قلب المشهد دلوقتي؟ بص يا سيدي، أولا النظافة ثقافة، لازم نعترف أننا سبب في اختفاء النظافة من ثقافتنا الحياتية وتعليمنا لأولادنا. ثانيا نرجع بقى بالتاريخ شوية لورا عشان نعرف مراحل وطرق جمع القمامة اللي شاركت في غياب النظافة. بين 1950 و1990 اللي كان بيجمع القمامة المهاجرين من الريف، وكانوا بيسكنوا في أحياء شمال القاهرة في منطقة اتعرفت باسم حي الزبالين، واللي اتسمت بالاسم ده بعد كده لما سكن فيها الزبالين. ولأن القمامة كانت بتتاخد من البيوت مباشرة وبيعاد فرزها وتدويرها واستغلالها داخل حي الزبالين، فما كناش بنشوف الكم الهائل ده من النفايات المختلفة في الشوارع كلها. من التسعينات بدأت الحكومة ووزارة البيئة تقول إن التغيير مطلوب لتوسيع نطاق الخدمات، خصوصا مع تزايد أعداد السكان. وبالفعل 2003 تعاقدت الحكومة مع شركات أجنبية لتتولى مسؤولية جمع القمامة في العاصمة، وكلنا بقينا مطالبين بإخراج القمامة من شققنا ومحلاتنا وحطها في صناديق ضخمة عشان العربيات المخصصة تجمعها. هنا بقى انقلب المشهد يا أرجز، واحتلت القمامة الشوارع مع ظهور النباشين والحيوانات الضالة اللي كانت بتبعتر كل محتويات الصناديق في الشوارع. ده كمان بالإضافة إن في 2009 وقت انتشار إنفلونزا الخنازير طلع قرار بذبح حوالي 1,000,000 خنزير، وده خلى الزبال يقوم بعملية الفرز في الشوارع، ياخد من الزبالة اللي محتاجه منها ويسيب الباقي على الأرض.
خد عندك، بالرغم من تحذير البنك الدولي في تقرير نشر 2011 من ان مصر تفقد ما بين 0.4 ل 0.6% من الناتج الاجمالي المحلي بسبب عدم كفاءة سياستها في التعامل مع النفايات الصلبة، وكمان الدراسات والاحصائيات اللي وضحت ان حتى الزبالين كانوا بيقوموا بتدوير حوالي 85% من كمية القمامة المجموعة من القاهرة، والشركات بقت بتقوم بس بتدوير 20%، ده غير بقى تحذير علماء البيئة والأطباء من المخاطر الصحية. لكن فضل الوضع على ما هو عليه لغاية رحيل الشركات الأجنبية 2017، ورفعوا بقى كل الصناديق اللي في الشوارع. قالك ده بقى لمنع ظاهرة الفريزة والنباشين والقضاء على ظاهرة أكوام القمامة. ونرجع نقول هنا بقى، يا ترى يا هر ترى الفلوس اللي اتفرضت دفعها على المواطن على فاتورة الكهرباء الشهرية هي كمان اترفعت مع الصناديق ولا فضلت زي ما فضل الزبالين تاخد الفلوس من المواطن برضو في ظل وجود الشركات؟ لا يا أرجز ما تشلتش، واحتمال كمان رسوم النظافة تزيد ل 30 جنيه على الوحدات السكنية بعد مشروع القانون الجديد اللي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون النظافة العامة. طب إيه الضمانات اللي هتتقدمني وتقول لي كمواطن إن الفلوس دي مش هتروح زي اللي قبلها ومش هيفضل غير الفوضى والأمراض والزبالة؟ وليه دايما الحل بيبقى من جيب المواطن مش بالتعاون معاه، مثلا في عملية الفرز من البيت أو المشاركة في عملية إعادة تدوير القمامة زي ما بتقوم الجمعيات في دول كتير باستلام المخلفات من المواطنين المشاركين في المشروع وبتمنحهم مقابل مادي للمشاركة دي؟ القمامة كنز كبير لكننا للأسف لسه بنسيء استغلاله. تعرفي ان احد تقارير وزارة البيئة وضحت ان حجم القمامة اليومية توصل ل 47,000 طن، نصيب القاهرة منه بس 19,000 طن بشكل يومي، ودي بتعد من اغنى انواع القمامة في العالم. سعر الطن الواحد بيوصل ل 6,000 جنيه عشان بيحتوي على مكونات مهمة بتقوم عليها صناعات تحويلية ومنتجات متنوعة كتير قابلة للاستخدام الآدمي. وفي الوقت ده اللي تنفق فيه مصر ما يقرب من 24 مليار جنيه بشكل سنوي على التدهور البيئي. ها يا سلام سلم. طول كل السنين اللي فاتت واللي حصل واللي لسه بيحصل، وزارة البيئة والحكومة وكل الجهات المعنية لغاية دلوقتي ما حققوش خطوات ملموسة، وعادة بيشيروا لقلة الإمكانيات بالرغم من إن في دول كتير فقيرة وغنية مش بتعاني زينا من نفس المشكلة واستغلت القمامة وحولتها لثروات. ولسه عندنا مشكلة القمامة ملف مفتوح ودايم أمام مجلس النواب، شكاوى مواطنين وحكومة بترمي الكرة في ملعب المحليات، ومناقشات كتيرة واقتراحات معظمها بطيئة أو معدومة التنفيذ. وعشان نبقى منصفين، في بعض المبادرات الفردية الناجحة لكنها في الآخر محصورة في حيز ضيق جدا. تسألني فين تعاون الشباب واقتراحاتهم ومشاريع المهندسين اللي بتدفن في الأدراج، واستغلال الزبالين بشكل مهني منظم والحس على رجوع ثقافة النظافة من جديد؟ أقولك الله أعلم. وتوتا توتا لسه فاضل كتير في الحدوتة، بس نتمنى بالنظافة تاني نرجع نتهنى بدل ما نفضل احنا وهي تايهين يا ولاد الحلال. وكل ده كلام أرجوز. ما يسمعين.